مساء الخير عليكم جمهور شاشة الصحة والجمال وجمهور برنامج فكرة، وحشتوني جدا. النهاردة معاكم طبعا العالمية مروة، أكيد حفظتوني. معايا بقى النهاردة مشكلة جادة جدا، ومش عايزة برضو كالعادة أطول في التقديم بتاعي عشان الوقت، يعني اديهم الوقت ان هم طبعا يتكلموا ويبقى كده صدورنا رحبة. يعني هي أول حاجة قبل ما هم طبعا يقدموا المشكلة بتاعتهم، احنا عندنا مشكلة يا جماعة جدية جدا، مشكلة بتتوارثها للأسف كل الأجيال، ومشكلة بقت الأيام دي كتير جدا. الميراث، الناس قد ايه بقى كل همها الفلوس، وقد ايه بقى كل همها ان احنا بناخد من بعض. الاخ بقى ما بيخافش على اخوه، بقى اهم حاجه عنده ان هو ياخد ما بيديش. مش عايزه اطول طبعا في برضو في مقدمتي يعني كتير، فعايزه ابتدي معاكم. طبعا هننتقل اول حاجه لصاحب المشكله ونسمع المشكله، وبرضو بعديها هنروح طبعا لايه الحلول اللي ممكن يعني نوصل ليها ونتواصل بيها بعد كده، ونقدر ازاي نساعدهم. هو شوية الفقرة بتاعتي دي جدية جدا، وانا زي ما قلت لكم انا ما كنتش بحب كتير ان انا يعني برنامجي طبعا متنوع شوية، ما كنتش بدخل نفسي في مشاكل، بس صدقوني ما اقدرش ان انا في يوم من الايام ممكن اكون واقفة قدام ربنا ويحاسبني ان انا كنت قادرة ان انا اعمل حاجة وما قدرتش اعملها. فطبعا معانا الاول هنرحب في الاستوديو بالاستاذه داليا. ازيك يا داليا؟ الله يسلمك. ومعانا الاستاذ وائل، نورتنا يا استاذ وائل. معانا طبعا المستشار القانوني استاذ احمد، نورتنا طبعا. مبدئيا كده مين فيكم اللي يبتدي الاول؟ عايزه استاذ وائل طبعا اتفضل احكي لنا طبعا المشكله. والله حضرتك والدتي، علي صوتك شويه معلش، والدتي اتوفت 23/5/2020 اللي فات، تمام. بعد الوفاه طبعا هي كانت اشتباه كورونا عندنا في البيت، وعندنا مراتي ولدت في نفس اليوم اللي هي توفت فيه. بعد كده رحت دفنتها ورجعت لقيت ابن خالتي بيقول لي هتاخد ولادك عشان طبعا هنعزل نفسينا 15 يوم عشان كان اشتباك في كورونا طبعا، والمسحه ما كانش لسه طلعت، تمام. قلت له ماشي اروح اوديهم عند اهل مراتي في الشرقيه بالبيس واقعد معاهم. اتفاجئت اتصال هاتفي بحمايه منه، هو بيقول له والله وائل ومراته هينزلوا يقعدوا في الشقه اللي تحت ومش هيطلعوا فوق في الشقه اللي فوق. قال له ليه؟ قال له عشان انا معايا توكيل من خالتي وبيه الشقه. قال له طب ورهانا، وانا قلت له وروني. قال لي لا انا مش هوريك حاجه لما تجيب لي المحامي بتاعك. طبعا قلت له طب انا عايز الصوره حتى منه، تمام. قال لا. اتفاجئت ان هو راح باع العفش ونزله من الشقه، تمام، ويقول لي والدتك اللي هي قايله العفش ده يطلع لرساله. طب الرساله انا طبعا هي وصيه، طب الوصيه دي هي ما قالتليش اي حاجه عليها، تمام، ولا جابت لي اي سيره. كل اللي جابته قالت لك خلي بالك من الشقه، وهي نازله راح المستشفى خلي بالكم من الشقه، والشقه دي امانه في رقبتكم. قلت له طب ازاي؟ قال لي كده. وطلعت طبعا خالتي اللي هي والدته، تمام، قالت لي برضو احنا المشكله كلها. معلش يا استاذ وائل بس هستاذن حضرتك فضل. ان يعني احنا عايزين نختصر الموضوع شويه طبعا عشان وقت البرنامج ولسه استاذ احمد، فيعني احنا عايزين بس ندي فكره للجمهور. قول لي بس ايه اللي حصل يعني. تمام، هو حضرتك مبدئيا اللي هو رمى العفش في الشارع وباعه، تمام، وانا رحت عملت محضر في القسم بالواقع، اخدت المحضر ونزلنا على النيابه، تمام، واتحبست انا وخالتي يوم في النيابه علشان نشوف هي عملت فيا محضر ضرب، تمام، واتعدى عليها، وده ما حصلش خالص قدام الجيران كلها وقدام الناس كلها. انا ما اتعدتش عليهم، ده هم يعني باعوا العفش وحطوا باب مصفح على الشقه، انا ما اقدرش اخش الشقه، تمام. رحت عملت المحضر ورحت النيابه، طبعا قالت عليا ان انا مش ابنها، وده من واقع خيالها. طبعا انا معايا طبعا اعلان وراثه ان هو اللي انا ابنها وانا الوريث الوحيد، ومعايا شهاده ميلادي، ومعايا طبعا شهاده وفاه والدتي، ومعايا شهاده وفاه والدي، تمام. النيابه حفظت المحضر علشان ما فيش اعلان وراثه، الاول كنت لسه ما طلعتوش، طلعت اعلان الوراثه وتعملت تظلم في النيابه، والمحضر طلع تاني. بعد ما المحضر طلع تاني ومشي في مجراه، تمام، لقيت ان المحضر بيتحفظ للمره الثانيه واحنا مش عارفين ايه السبب. رحت عملت تظلم تاني للنائب العام وطلعت المحضر، تمام، وقال لي احنا عايزين سماع الشهود وعايزين الجيران اللي هو اللي حواليك اللي هو محيط المنطقه ده هيشهدوا، وتاني حاجه قال لك عايزين النيابه تطلع تعين، تمام، وتحريات المباحث.
طبعا تحريات المباحث هو كان معهم محامي تمام، والنيابه والمباحث ما طلعتش البيت عندي ولا سالت الجيران ولا اي حاجه تمام. الشهود شهدت ان انا قاعد في الشقه لغايه الوفاه تمام، ومفيش غيري انا انا ومراتي ووالدتي وعيالي اللي قاعدين في الشقه. اتفاجئت ان المعاينه طلعت وانا تحت انا والمحامي بتاعي قاعدين تحت في الشارع، وهو طلع وساله قال له لا انا اشتريت بالتوكيل من خالتي قبل الوفاه، ولا معاه عقد، هو معاه توكيل عام وشقه غير محدده، الشقه محدده بالعقار بس مفيش اي مشكله، والوقت ده لا تملك شيء في البيت. 2009 هو 27/12/2009 التوكيل ده اتعمل تمام، هي 2009 دي اساسا لا تملك حاجه في البيت، ان هي كل حاجه كان باسم خالتي في الوقت ده، وخالتي كانت عامله لي الشقه اللي تحت، البيت منصفه بين امي وبين خالتي، وخالتي عامله لي عقد في الشقه اللي تحت باسمي انا عشان طبعا المجلس الحزبي، عشان انا كنت قصر في الوقت ده. حضرتك كنت عايش مع والدتك صح؟ تمام قاعد مع والدتي تمام تمام. من 2000 ابتدى من 1990 لغايه 2020 انا قاعد مع والدتي تمام. النيابه بتحفظ وانا ما اعرفش هي بتحفظ ليه، بعد شهور كمان ما شادت، وكنت مستني جلسه على حسب التعليمات اللي هو الجنة من النيابه طبعا، من اللي هو المعاينه اللي طلعت قالت لي ان في خلاص احنا هنحدد جلسه. اتفاجئت لثالث مره ان المحضر بيتحفظ لعدم اسناد مستند جديد. طبعا انا الشهود شهدت والنيابه عينت والمباحث طلعت زي ما هم بيقولوا تحريات المباحث. مبدئيا يا جماعه معلش طبعا بدون يعني مقاطعه لحضرتك، انا في مستندات طبعا جات لي، صور جات لي، بس طبيعي ان احنا ما نقدرش ان احنا نذكر اشخاص، وما نقدرش ان احنا نعلن عن اي حاجه هنا. وعايزه برضو اوجه وانوه على حاجه مهمه جدا، ان حق الرد مكفول طبعا. احنا يا جماعه مش منحازين لطرف معين، هو الاستاذ وائل استغاث بيا هو والمدام علشان يعرضوا مشكلتهم دي طبعا. عرضتها على الاستاذ احمد بصراحه، يعني بصراحة مشكورا يعني كتر ألف خيره بصراحة، جه ووافق وساندني وقال لي إن هو هيجي وإن هو عايز يسمع وإن هو عايز يساند، إن لو دي حاجة كويسة وعمل خير إحنا نعمله. معلش يا أستاذ بقى اتفضل. تمام حضرتك، بعد النيابة أنا مش عارف يعني بصراحة النيابة بتحفظه ليه تمام، أنا عايز حد يعني يشرح لي حتى في النيابة، أنا ما أعرفش هو المحضر هما تعدوا على حضرتك بالضرب والشتايم، وجالي اشتباه جلطة تمام، ومعايا المستندات اللي حضرتك عرفتيها شايفاها. وبرضه هما مش عارف، هما واخدين كل المستندات من الشقه ولا املك في الشيء جوه البيت. طيب معلش انا هتوجه شويه بس للاستاذ احمد، انا عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا. هو اول سؤال انا قلته طبعا، انا معايا اسئله كتير عايز اسالها لحضرتك، بس الحاجه العاميه اللي الناس اكيد اول حاجه هتسالها، يعني ايه حد ممكن مبدئيا يعني ايه؟ طبعا احنا كلنا عارفين بلد فيها قانون، وطبعا دي حاجه كويسه، يعني احنا في مصر يعني بلد القانون اصلا، يعني ايه ممكن حد ياخد توكيل حضرتك زي ما هو بيقول، يعني زي ما هو مثلا بيقول حد مثلا اخذ توكيل شقه وحصل كده، يعني ايه الباب يتهد، يعني ايه اواضي بتتحفظ؟ ده من وجهه نظرك ايه؟ لا هو يا استاذه مروه، اولا انا مبسوط ان انا موجود مع حضرتك، ربنا يخليك، وفريق الاعداد مشكورين. الحاجه المهمه اللي احنا عايزين ننوه عنها ان واضح كده ان في لبس وفي مستندات لازم ان احنا نفحصها الاول قبل ما نقول راي قانوني في الموضوع، المشكله بتاعت استاذ وائل، وخاصه ان هو كان ابلغنا ان كان العقار المقام عليه اللي كان الارض اللي كانت مقام عليها العقار السكني كانت ارض تتبع للمجتمعات العمرانيه، صح يا استاذ وائل؟ تمام. فدي يبدو ان كان في مسابقه تبع الاسكان او كده وحضراتكم قدمتوا فيها؟ لا، هي الجمعيه اللي بتاعت 99 تمام، الانتاج الحربي تمام. اي حد بيقدم فيها او اي حد بيشتري الأرض. المخصص اللي اتخصص لحضرتك كان عباره عن قطعه ارض، قطعه ارض واحنا بنين عليها. قطعه الارض دي كانت مخصصه باسم مين؟ باسم والدتك ولا باسم خالد حضرتك؟ في 2004 كان كل حاجه باسم خالتي علشان الضرايب، تمام، ما ينفعش ان اختين او اخين تمام يعملوا عليهم ضرايب. كويس جدا تمام. تمام، اتنقلت عشان هي كبيره، خالتي كبيره في السن، نقلت الحاجه كلها في 2004 باسمها لغايه 2018 طلعت مناصفه تمام باسم والدتي. طيب التوكيل اللي كان موجود مع خالد حضرتك، التوكيل ده عباره عن ايه؟ توكيل عام للبيع لنفسه وللغير بشقه محدده مش غير محدده. يعني التوكيل ده صادر من والده حضرتك لصالح خالد حضرتك، صح كده؟ لا، يعني والدتك اللي كانت عاملاه، صح؟ لابن اختها. لابن اختها، اوكي تمام، اللي هو من الطرف التاني. يعني هو كلامهم مظبوط، قصد حضرتك صح؟ طبعا طبعا طبعا، واضح كده ان في توكيل من والدتك.
والدته رحمه الله عليها الى ابن اختها بحيث ان هو يتولى كل الامور الخاصه بالعقار او بالقطعه المخصصه ليه. طيب استاذ احمد انا عايزه اسال حضرتك سؤال، هو ايه اول خطوه اصلا ممكن اي حد؟ طيب هنرجع لكم يا جماعه معلش بعد الفاصل. صباح الخير شريف. صباح الخير شريف رجب عباس، عنده 24 سنة. في حالة الولادة الدكتور اللي كان بيولد شريف استخدم أدوات غلط، وده أدى إن شريف يكون عنده نقص في نمو الأعضاء. أهل شريف كافحوا كتير وعرضوه على كثير من الدكاترة، وده اللي خلاه يوصل لمرحلة إنه يكاد أن يكون طبيعي. أهل شريف ما سكتوش، لأ فضلوا متابعين معاه فترة طويلة، وشريف بدأ يمشي في سن السنتين وتحسن كتير. دخل مدرسة حكومية بعد اختبار ذكاء 95%، بدأ يتعلم وكان من المتفوقين. في سن 13 بدأ يكتسب خبرات في مجال الدش بالصدفة، وبدأ يشتغل في القرية بتاعته، وبعدها بدأ يشتغل في كثير من القرى. وشريف من أهالي محافظة الفيوم قرية سونورس، ومش بس اشتغل في المجال ده، لأ حب إنه يفيد الناس فعمل قناة على اليوتيوب علشان يفيد الناس أكتر. وعن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، خير الناس أنفعهم للناس. بالآخر عايز أقولك ما تستسلمش ولا تيأس من العقبات، الحياة عبارة عن عقبات، والإنسان بالصبر والمحاولة بيقدر يعديها. إخراج حمزة سعد وإعداد ندى عز. الأعضاء. أهل شريف كافحوا كتير وعرضوه على كثير من الدكاترة، وده اللي خلاه يوصل لمرحلة إنه يكاد أن يكون طبيعي. أهل شريف ما سكتوش، لأ فضلوا متابعين معاه فترة طويلة، وشريف بدأ يمشي في سن السنتين وتحسن كتير. دخل مدرسة رجعنا لكم بعد الفاصل طبعا ومكملين موضوعنا. طبعا استاذ احمد انا كنت بسال حضرتك عن موضوع الوراثه ده، وحضرتك قلت ان الاستاذ قال ان كان في ارض وسالوا شويه اسئله. اتفضل. تمام. من الواضح كده ان احنا عرفنا ان في مستندات مع حضرتك، المستندات دي طبعا احنا لازم هنفحصها وندرسها كويس ونعرف الموضوع ده، هل والدتك اعطت او اقرت حق لخالتك او لابن خالتك بخصوص المشكله بتاعه الارض دي ولا لا. طبعا ان شاء الله كل ده انا واضح انه حاجه جايه، ومعاك المستندات ان شاء الله هنفحصها كويس ونستعلم عن صحتها. بس يا استاذ احمد معلش اتفضلي يعني يا فندم. اتفضلي مقاطعه لحضرتك فضلي. بس يعني ايه ان حد ممكن يعمل قضيه واثنين وثلاثه، حد التعدي ده حاجه كبيره جدا. ما هو ده وارد طبعا. طب ليه اواضي بتموت غير لما بيكون اكيد في اكيد حاجه غلط؟ لا هو طبعا واضح ان استاذ وائل كان بيشتكي من موضوع ان المحضر بيتحفظ. تمام. وهو المحاضر غالبا مش بتتحفظ الا بتاشيره من النيابه العامه، والنيابه وقتها بترى انه لا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. فطبعا هو اكيد في اسباب معينه النيابه بتستصغها، وان شاء الله احنا اكيد هنطلع على كل المحاضر اللي حضرتك قمت بتحريرها باذن الله. طيب هو بعد ما مثلا اي شخص بيموت ايه اللي بيصدر بعد الاعلان الشرعي؟ تمام. اللي بيحصل هو طبعا بمجرد وفاة المورث في مجموعة من الإجراءات اللي المفروض الورثة يتبعوها. وطبعا احنا مشكلة الميراث دي للأسف هي مشكلة عامة كانت موجودة بكثرة من زمان، وحاليا برضو للأسف للأسف. وده طبعا ناتج عن طمع وجشع بعض اللي بإيديهم زمام الأمور في توزيع التركة. تمام. الموضوع بيبدأ يا فندم بمجرد وفاة المورث، أول إجراء بيقوم به الورثة إن هم يقوموا باستخراج إعلام شرعي، والإعلام الشرعي تقريباً زي ما حدده القانون هو مستند رسمي بيحدد الأشخاص المستحقون للتركة وأنصبة كل وارث النصيب المستحق ليه.
وبالتالي المحكمة المختصة بإصدار الإعلام الشرعي هي محكمة الأسرة التابعة ليها موطن مقدم الطلب، والموضوع بيبدأ بطلب بيقدم من أحد الورثة، وبتكون صيغة الإعلام الشرعي. طبعا حضرتك أكيد استخرجت إعلام شرعي وشفته، تحقق لدينا نحن المستشار كذا تمام وفاة المرحوم فلان بتاريخ كذا، وانحصر إرثه الشرعي في الورثة وهم فلان وفلان وفلان ويستحقون الأنصبة المعينة. وبالتالي الإعلام الشرعي بمجرد ما هو موجود مع حضرتك تقدر تطالب، لو حضرتك اسمك مذكور في الإعلام الشرعي تمام تقدر تطالب بالنصيب اللي محدد ليك في التركة تمام. فده باختصار دي أولى خطوات اللي احنا بنتبعها في حالة وفاة المورث. طب ايه الإجراءات اللي المفروض ان احنا بنعملها عشان نطالب بقى بالميراث؟ تمام، الإجراءات اللي احنا بنعملها هي الإجراءات اللي منصوص عليها في القانون المصري، القانون المصري المتبع السير عليه في موضوع الميراث. هو مش قانون حديث، بالعكس هو قانون قديم. القانون ده اسمه القانون رقم 77، القانون ده صدر سنة 1943. احنا في القانون حدد ازاي الاجراءات اللي احنا هنطالب بيها بالميراث. وكمان عايز اقول لحضرتك ان المشرع انتبه في الفترة الاخيرة، طبعا القانون 77 ده مطبق او مستوحى من الشريعة الاسلامية، يعني احنا كمان بنطبق الشريعة الاسلامية في موضوع الميراث. لكن المشرع في الفترة الأخيرة انتبه إلى ضرورة النص على عقاب لمن تسول له نفسه، ممكن نقول مثلا اللي هو يعني امتنع عن تسليم الحصة الميراثية لمن يستحقها. وبالتالي صدر قانون جديد إن شاء الله هنتكلم عنه. القانون ده بينص على أنه في حالة امتناع أحد الورثة بتسليم الحصة الميراثية للوارث بيعاقب قانونا. وطبعا القانون كان ليه صدى كبير في المحاكم وتم تطبيقه، في فعلا أحكام تم استصدارها تجاه الناس الممتنعين عن تسليم الحصة الميراثية. استاذ وائل، هو حضرتك قاعد فين دلوقتي؟ انا حاليا مع حمايه في اوضتين وصاله انا وعيالي من شهر 6 اللي فات. طيب، هو مش حضرتك المفروض زي ما انت قلت في بدايه الكلام، زي ما قلتك انت كنت طبعا عايش مع والدتك، بس يعني لما استفسرت من المدام كان هي تقريبا كان انتوا ليكوا شقه ثانيه، صح؟ ليه مش قاعدين فيها؟ ليه شقه تحت. طيب ليه انتوا مش قاعدين فيها؟ واخدين الورق كله، اقعد ازاي في شقه من غير ورق؟ لا، وانا رحت لما رحت حضرتك، لما رحت اقعد في الشقه هناك، انا رحت بعد الوفاه ب 15 يوم، فراحوا ضربوني وشدوا شعري وبهدلوني وقالوا لي انت مالكيش حاجه هنا، انت اللي انت كنت قاعده عشانها خلاص ماتت، وكلام وتهزيق وشتيمه وبهدلوا الدنيا. واخر ما فض بينا راح جوزي واخدني وروحنا عند اهلي. انا ليا 7 شهور والله يا استاذه مروه انا ما بنام ولا باكل ولا بشرب وعايشه كده، ومعايا 3 اطفال لدرجه ان انا مش قادره اجيب لهم والله البنبز ولا حتى علبه الزبادي، ومعيش. وحمادي كانت مبسوطه وكانت بسطاني، يعني كنا عايشين عيشه كويسه، ومعايا تليفون ومعايا صور اوريها لك. انا عارفه انت وريتيني. طب يا استاذ احمد، هو في كل الاحوال هو المفروض فعلا مش ليه اصلا نصيب في التركه، صح؟ طبعا يا فندم، اكيد بدل حضرتك اتخذت الاجراءات القانونيه اكيد ليك نصيب. انا بصراحه مستغرب جدا من موقف. يعني احنا معانا ورقه بنص القطعه، فلما جينا قلنا ده في نص القطعه، قال انت مالكيش اي حاجه، انت ليكي قطعه ارض، دي لما تتهدى على دماغكو بخد نص قطعه الارض. طب احنا بنين وفي عدادات نور باسم حماتي وفي شقتين باسم حماتي، دي لها شقتين ودي لها شقتين. هي عشان اصلا في المبدا يا استاذه مروه هي معاها بنت وولد، فهي كتبت البنت الشقه الكبيره وكتبت لابنها الشقه الصغيره، هي اصلا ظلمت ابنها، خلته يطمع في حاجتنا، وعارفه ان انا جوزي غلبان وكويس يعني طيب، وراحت واخدت الشقه الكبيره. اقول لها ما فيش ورق يثبت بكده، تقول لي دي شقه يعني شقه ابنها، عافيه بالذوق دي شقته، انتوا مالكوش حاجه هنا، انتوا لو ما قعدتوش تحت بطنه في الشقه الصغيره اللي تحت تقعدوا، ما قعدتوش فيها هنطلعكوا بره. ويا استاذه مروه اقسم بالله انا حاجتي قافله عليها، انا بقالي 7 شهور ما روحتش هناك، وكمان يا استاذه مروه بيبنوا في الدور الرابع اللي مش من حقهم، ده حقنا. المناصفه دي يعني شقه ليهم وشقه لينا، هم دلوقتي حاليا بيبنوا في الدور الرابع فوق. ويا استاذه مروه والله العظيم احنا ما بننامش، وكل يوم يهددونا وكل يوم يقولوا احنا لازم هننام لكم المحاضر، اصرفوا فلوس على الفاضي، انتوا مالكوش حاجه عندنا، خلوه بقى لو معاكم فلوس اصرفوها، انتوا كده بتصرفوا وتجروا على الفاضي، احنا اي حاجه قدامنا هننيمها. وفعلا ده اللي بيحصل يا استاذه مروه، اي ورقه عايزين يشيلوها بيحطوا ويشيلوا ورق والله بالمستندات
بمزاجهم، ورقه بتتشال ممكن يدوا لحد في 1000 2000 5، معاهم فلوس كتير يا استاذه مروه، معاهم واخدين فلوس حماتي واخدين كل حاجات، لدرجه الذهب، الذهب خدوا الذهب وخدوا كل حاجه حماتي كانت، يعني احنا كنا عايشين عيشه كويسه يا استاذه مروه. طيب يا استاذ احمد، هو مش المفروض كل ده اساسا بيبقى ليه قواضي وليه اجراءات؟ طبعا يا فندم. طيب ايه اللي بيتم دلوقتي؟ هو اللي بيتم، احنا القانون المصري عندنا فرق بين حالتين، في حاله بنقول عليها الحاله البسيطه، الحاله البسيطه لو كان بيد الشخص الوارث مستند بيقر ليه حق معين من ضمن الحقوق المستحقه ليه عن طريق الارث، وبالتالي هو بيطالب بيه، وفي حاله امتناع من بيده الميراث عن تسليم الحصه الميراثيه طبعا بيطبق عليه القانون الجديد، القانون بتاعنا الجديد اللي صدر قانون 219 لسنه 2017، وده طبعا بينص على عقوبه مغلظه في حاله الامتناع عن تسليم حصه ميراثيه، او في حاله الامتناع عن الادلاء باي مستندات او تسليم اي مستندات او اخفاء اي مستندات، بيعاقب الشخص ده بالحبس لمده 6 شهور وبغرامه قد تصل الى 100,000 جنيه. تمام، فدي الحاله البسيطه اللي احنا بنقول عليها. للاسف بقى الحاله الثانيه واللي هي شائعه شويه في القانون المصري وفي ساحات المحاكم، لما بتكون الملكيه على الشيوع، زي الحاله بتاعت الاستاذ وائل. للاسف احنا عندنا عقار والمفروض العقار ده ملكيه على الشيوع معاه ومع اي حد تاني كطرف وارث او كده، للاسف دي احنا بتاخد وقت شويه في المحاكم، وبنضطر ان احنا في الاول بنعمل انذار، بننذر الشخص بان هو يقوم بتقسيم التركه، وفي حاله ان هو لم يستجيب لذلك احنا بنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها الاول دعوه فرز وتجنيب، والدعوه دي احنا بنطلب فيها تحديد الانصبه عن طريق القضاء، وفي حاله عدم الوضوح في الامر احنا ممكن المحكمه تستبين الموضوع ده عن طريق احاله الدعوه الى مصلحه الخبراء، هيئه الخبراء في وزاره العدل، والخبير بدوره بيقوم بالمعاينه والمناقشه في نفس الوقت، بيبعت يناقش حضرتك وبيبعت يعين العقار، وبالتالي بيصدر القرار بتاعه، التقرير بيورد للمحكمه، والمحكمه بتحدد انصبه كل شخص. لو في حد عايز هو يعني يشيل بقى الموضوع كله ويشتري نصيبك، تمام، ما فيش اي مشاكل. ولو في حاله تعذر ان احد الاطراف حابب ان هو يستاثر بالورث بنفسه، ممكن وقتها القاضي بيقوم ببيعه بالمزاد العلني، وربنا يسهل الحال. القضيه بتاعت حضرتك للاسف شائعه كتير في ساحات المحاكم عندنا. ان شاء الله نورتونا، وطبعا الناس كلها شافتكم دلوقتي في التلفزيون زي ما حضرتك. انا والله العظيم ثلاثه احنا عايشين يعني في ايام ظروف صعبه، انا جوزي لسه نازل الشغل، يعني تتصوري 6 شهور قاعد من الشغل ومعايا 3 اطفال 3 عيال، يعني مسؤوليه كبيره، ومفيش حد حاسس، يعني لدرجه ان مفيش حد بيعذر. هم ليه بيعملوا كده؟ خالص تمام يا استاذه طالع، عشان وقت البرنامج. شكرا ليكي يا استاذ احمد، نورتنا طبعا. وطبعا هرجع واقول قبل ما اطلع فاصل، حق الرد طبعا مكفول للطرف الثاني. يا جماعه انا مش منحازه لحد، الاستاذه داليا استغاثت بيا وانا عملت كده، والاستاذ احمد طبعا مساعد ليا، بس ان احنا بنشوف ايه الاجراءات اللي ممكن نساعدها بيها. فاصل وهرجع لكم تاني، استنونا.